تطيب السجايا حين تروى عروقها، معي هدى من منبع الوحي صافيا، فتسمو كما النخل الأصيل مهابة، وتمتد زهرا في ربى الكون زاهيا. رياض من الأخلاق يندأريجها، حديثا شبيا بالمكارم زاكيا. رياض من الأخلاق يندرجها. الحمد لله رب العالمين إلى قيام الساعة، وأشهد أن لا إله إلا الله نعم البضاعة، وأشهد أن نبينا محمداً رسول الله إمام الموصوفين بالقناعة. هي القناعة لا ترضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. وانظر لمن حاز الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ها هي أم المؤمنين السيدة عائشة أمنا رضي الله عنها تحدث عن أحوال بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول كما في الصحيح: كان يأتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بيوته، كان يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة. والهلال أيها الفضلاء وأيتها الفضليات يعبر عن الشهر. كان يأتي علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. فإذا بسيدنا عروة ابن الزبير وهو ابن أخت السيدة عائشة رضي الله عنها يتساءل ويتعجب، يقول لها: يا خالة، ماذا كان طعامكم؟ فتقول رضي الله عنها: كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. هذا بيت من؟ بيت سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. إنه يعلمنا القناعة، تلك القناعة التي إذا وقفنا مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا ما يؤصل لها وما يحث عليها في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جاء في الآثار عن محمد بن كعب أن الحياة الطيبة هي القناعة. بل اذهب إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. أورد الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره أقوالاً في بيان النعيم، وتعجب أنه من ضمن أقوال المفسرين في بيان النعيم الذي يكون فيه الأبرار أنه هو القناعة. نعم، القناعة نعيم، القناعة عزة، القناعة كفاية وفلاح. اذهب إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تجد ماثلاً فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح. أفلح من؟ أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. الله أكبر، أفلح، نال الظفر بالمطلوب وحصل على المرغوب في الدنيا والآخرة. من قنعه الله، من رزقه الله القناعة، تلك القناعة التي عرفوها بأنها الاكتفاء بالموجود مع عدم التطلع للمفقود. إنها عز وهناء وفلاح وسعادة وحماية من اللئام، حماية من اللئام. وصدق من قال: فكن رجلاً
رجله في الثرى، وهامة همته في الثريا. إذا أظمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا. فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. جعلني الله وإياكم من أهل القناعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطيب السجايا حين تروى عروقها، معينا هدى من منبع الوحي صافيا. فتسمو كما النخل الأصيل مهابة، وتمتد زهرا في ربى الكون زاهيا. رياض من الأخلاق يندأ ريجها، حديثا شبيا بالمكارم زكيا. رياض من الأخلاق يندأ ريجها، حديثا شبيا بالمكارم زكيا. رياض من الأخلاق، رياض من الأخلاق، رياض من الأخلاق يندريجون.